طيب سلام وفق الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهاردة مع بعض في سلسلة say and don't say، قل ولا تقل، وكنا بدأنا فيها والنهاردة بنكملها. النهاردة كلامنا هيكون عن الكلمات اللي بتعبر عن أشياء مكونة من جزئين. يعني ايه كلمات بتعبر عن أشياء مكونة من جزئين؟ يعني مثلا كلمة شوز كلنا عارفين ان هي بمعنى حذاء، ولكن الحذاء دوت مكون من جزئين، ما اقدرش استخدم جزء منه واسيب الباقي. كذلك كلمة سوكس بمعنى جوارب او اللي هي الشرابات، برضو مكونة من جزئين، بستخدم الجزئين معا. و شورتس اللي هي البنطلون القصير، الشورت برضو بستخدم الرجلتين، يعني نقصد ان هو بنستخدم الرجلتين مع بعض. طيب الكلمات دي اللي هي الكلمات اللي بتعبر عن اشياء مكونة من جزئين في اللغة الانجليزية بتكون أسماء جمع بلولر، وليست سينجولر، ليست أسماء مفردة، ولكنها في اللغة العربية ينفع تكون مفرد وينفع تكون جمع. ولكن احنا اتفقنا قبل كده ان احنا ما بنقارنش أبدا، وما فيش وجه للمقارنة خالص ما بين اللغتين الإنجليزية والعربية. اوكي، يبقى الكلمات اللي هنقولها ديت دائما ما تأتي جمع في اللغة الإنجليزية، اللي هي الكلمات الدالة على شيء مكون من جزئين. شوف كده الكلمات كده مع بعض. اول حاجة shoes بمعنى الحذاء، sneakers بمعنى الحذاء الرياضي، slippers بمعنى الشبشب، sandals بمعنى الحذاء المفتوح، socks الجوارب، shorts اللي هي الشورت البنطلون القصير، pants البنطلون، jeans البنطلون الجينز، glasses النظارة وبتكون مكونة طبعا من جزئين من عينتين، gloves القفازات، tanks بمعنى الملقاط، mittens بمعنى القفازات أيضا، and scissors بمعنى المقص، برضو المقص مكون من جزئين. طيب يبقى احنا say جزء say بقى هنشوف هنقول ازاي بشكل صحيح. هنقول these are new shoes، لو خدت بالي ان these هي اسم اشارة للجمع، الجمع القريب، يبقى هنا كلمة shoes هي اجبرتني ان انا استخدم these بتاعة الجمع، لان قلنا ان هي في اللغة الانجليزية كلمة shoes لازم تأتي جمع، لان هي بتعبر عن شيء مكون من جزئين. I like those jeans، انا احب هذا الجينز، لو خدت بالي those برضو اسم اشارة للجامع ولكن البعيد. I have a pair of shorts، انا املك زوج من الشورت. نيجي بقى don't say، يعني غلط، ما ينفعش نقول كده this is a new shoes، طبعا غلط، وما نصلحها ب these are new shoes، لان اتفقنا shoes كلمة جمع هي ومثيلتها، الكلمات مثيلتها اللي فوق اللي اتفقنا عليها مع بعض. I like that jeans، طبعا غلط، jeans جمع مش هتنفع معها ذات، ذات اسم اشارة للمفرد البعيد، وما لها اقولها ازاي، اقول I like these jeans. I have a pair of shorts، طبعا غلط، اتفقنا ان شورت لازم اجيبها جامع، و ايوه تمام اجيبها جامع، ايوه كده تمام. اتمنى ان احنا نكون فهمنا النهاردة مع بعض say and don't say، وعرفنا ايه هي الكلمات اللي بتعبر عن جزئين او شيء مكون من جزئين، وعرفنا ان هي دائما ما تأتي جمع في اللغة الانجليزية وما ينفعش استخدمها مفردة، ولكن في اللغة العربية ممكن استخدمها جمع واستخدمها مفرد، وقلنا ان اللغة العربية لها قواعدها الخاصة بيها، واللغة الانجليزية لها برضو الجرامر بتاعها الخاص بيها. اتمنى نشارك الفيديو ونعمل لايك ونسيب كومنت كده جميل يشجعنا، وثانك يو فور واتشينج مي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.